مساء الخير على كل المصريين، حلقة جديدة و90 دقيقة. عندنا أخبار كتيرة ومتنوعة، وهيكون في متابعة لأزمة فيروس كورونا اللي بتزيد حدتها يوم عن يوم. الأرقام الحقيقة كمان بتزيد بشكل سريع للغاية. يخلينا نخاف ويخلينا ناخد بالنا أكتر ونلتزم بإجراءاتنا الاحترازية. يعني أنا عايز أقول لكم إن إحنا هنا في القناة كمية إجراءات احترازية غير طبيعية لكل الناس، بس فعلا إحنا مش بننبه، ده هو كل الناس خايفة فكل واحد ملتزم. هنتابع النهاردة قصة طالب دمنهور ونعرف قرار الجامعة الجديد بخصوصه، كمان عايزين نعرف قرارات البنك المركزي الجديدة، هنفهم أرقام وتفاصيل مبادرة حياة كريمة اللي موجودة في القرى واللي بتطبق عليها، وإمتى هتبدأ هذه الإجراءات، والناس هتستفيد من ال 500 مليار جنيه المخصصة لهذه المبادرة إزاي. ونقول إن الحكومة نفت بشكل قاطع موضوع الحظر، ولو في أي حاجة أكيد هتطلع بشكل رسمي، مفيش حظر مفيش إغلاق، الدنيا ماشية الدنيا شغالة، اللي عاوز بقى هو يقعد في بيته ده براحته، لكن كل المؤسسات شغالة، كل الناس راحة وظائفها، لكن نصيحتي ان احنا ما ننزلش الا رايحين شغلنا وراجعين للضرورة فقط. اما فقرتنا فهتكون مع الجميلة الفنانة سلوى عثمان، صاحبة الادوار الدرامية والحس الكوميدي والانطلاقة اللي الحقيقة بتيجي مع كل دور بتعمله، وكل يوم بنقول عليها ان هي قدرت بتعلم الدور اللي بتعمله، بيعلم معانا، بيفضل موجود بشكل كبير وبشكل متميز. ان شاء الله فقرتنا هتعجبكم مع الفنانة سلوى عثمان. وبكرة هيكون معانا كمان فقرة عن الأبراج مع الدكتورة هالة عمر، والنهاردة وبكرة طبعا علشان الاحتفال برأس السنة والسنة الجديدة، كل عام وانتم بخير، وكلنا بنأمل وبنتمنى انها تكون سنة حلوة علينا وعليكم. كل سنة وانتم طيبين، واهلا بكم في 90 دقيقة. النهاردة كان في اجتماع مهم للرئيس السيسي والمجموعة الوزارية الاقتصادية علشان يتابع عمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيضا الأنشطة اللي هيتم التركيز عليها في مناطقها الاقتصادية وتطوير عملية رقمنة النظام المصرفي في الدولة. الرئيس السيسي وجه بشكل كامل أنه يكون في تكامل بين المشروعات في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، ومنح الأولوية لإنتاج السلع والمنتجات اللي بيتم استيرادها من الخارج. وكمان الاجتماع كان فيه استعراض لتطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني على مستوى الجمهورية. معايا الست الوزيرة الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة. دكتورة نيفين مساء الخير. مساء النور يا فندم، أهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع النهارده؟ احنا النهارده كان لقاء المجموعه الاقتصاديه مع فخامه الرئيس، وكان من اهم المواضيع اللي تم طرحها موضوع تنميه المنطقه الاقتصاديه في قناه السويس، واحنا الموضوع ده احنا بشتغل بتنسيق كامل مع رئيس الهيئه فيه، بنشتغل على تحديد القطاعات والانشطه اللي احنا عايزين المنطقة الاقتصادية تتوسع فيها وتكون وسيلة جذب للاستثمار من خلالها. طبعا انا لما باجي احط خطة الانشطة او المنتجات لازم بلتزم بالاستراتيجية اللي المنطقة الاقتصادية وضعها فيما يخص انواع القطاعات، قطاعات صناعات هندسية، كيماوية، غزل ونسيج، ادوات، يعني هناك انشطة كثيرة، قطاعات احنا بنستهدف القطاعات دي، وبنحاول ان احنا نشوف احتياجنا كدولة من هذه المنتجات بحيث ان احنا نسعى لتوطينها في المنطقة الاقتصادية، وفي جزء منها يقدر يفي بالاحتياج المحلي لينا بدل من استيرادها من الخارج. دكتورة نيفين، ايه اللي انتوا بتجهزوه لأهل الصناعة خلال 2021 ان شاء الله؟ نجهز كل خير يا فندم، ربنا يقدرنا. طبعا احنا 2021 ابتدينا في 2020
بعض المراحل اللي نتمنى ان احنا ننتهي منها في 2021، اهمها موضوع المجمعات الصناعية. نعم. احنا ابتدينا طرح 7 مجمعات من اجمالي 13 مجمع. احنا بنتمنى ان شاء الله في 2021 ان احنا نبتدي بقى في التسكين، ان هم يستلموا هذه المجمعات ويبتدوا فعلا في الانتاج الفعلي. على الجانب الاخر ان احنا نبتدي نطرح 6 مجمعات الاخرى اللي هم موجودين. وزي ما انا نوهت يعني كنت دايما في حديثي ان المجمعات دي بنستهدف فيها مجالات كثيره، منها الصناعات الهندسيه، الغذائيه، الكيميائيه، الكيميائيه، النسيجيه، مواد البناء، ملابس جاهزه، بلاستيك، يعني انشطه كثيره. نتمنى ان احنا طبعا في 2021 يتم تسليم اصحاب الوحدات في 7 مجمعات، ونبتدي في طرح 6 مجمعات اللي هم الاخرى، بالاضافه لان احنا برضو حريصين على ان احنا نشتغل فعلا. انا المحور ده مهم جدا، جايز ابتدينا نعمل له رصد وتحليل في 2020 لكن ما قدرناش نشتغل عليه بشكل فعلي، وهو تعميق المنتج المحلي واحلال نشتغل على ان احنا نقلل من وارداتنا. طبعا جت أزمة كورونا خلت ان احنا عندنا كثير من الخطط اللي كنا حطيناها ما قدرناش ان احنا ننفذها بالشكل المطلق، لكن اتمنى 2021 الظروف تكون افضل ونقدر ننفذ الخطط اللي احنا بنصبو اليها ان شاء الله. يعني ست الوزيرة أنا الحقيقة فخورة طبعا بالجهد اللي الوزارة بتقوم به، وخاصة أن إحنا عبرنا أزمة الكورونا بدون خسائر اقتصادية أو على الأقل خسائر قليلة. يعني مقبولة، خسائر مقبولة. بالظبط يعني خسائر مقبولة. يعني احنا بس عايزين نشرح سريعا ايه اللي تقدم لأهل الصناعة خلال 2020 وعبرنا هذه الأزمة بسهولة. احنا أهم حاجة على فكرة من ضمن المبادرات اللي عملناها في 2020 كانت ما تم تقديمه من صرف المساندة التصديرية للشركات المصدرة، وكنا حريصين ان احنا نشتغل على صرف هذا الدعم عشان اتاحة السيولة للشركات المصدرة في ظل طبعا الظروف كورونا اللي كانت موجودة. على الجانب الاخر ان برضو حصل نوع من التباطؤ في بعض الاسواق التصديرية في الخارج، فهم كانوا في احتياج دايما للسيولة، العنصر الاساسي احتياجهم للسيولة عشان يقدروا يحافظوا على العمالة. نعم. لان ده هدف رئيسي لينا كلنا ان احنا عايزين نحافظ على العمالة اللي موجودة. فاحنا صرفنا المساندة التصديرية، احنا البرنامج النمطي اللي احنا اشتغلنا عليه صرفنا في حدود 8 مليار و400 مليون، بالاضافة للبرنامج دعم الصادرات، وده كان بناء على توجيهات فخامة الرئيس ان احنا نعمل صرف معجل لجميع المستحقات المتأخرة بنسبة 85% من اجمالي المستحق، وده من المفترض ان نهايته بنهاية العام، يعني فضل لنا يومين، ولكن تم صرف تقريبا لغاية دلوقتي في حدود 14 مليار من 20 مليار مستحقة للشركات. دكتورة نيفين، يعني طبعا احنا شفنا في 2020 انخفاض كبير في مؤشرات نسبة البطالة، لكن ما زال هناك بعض السيدات اللي لسه محتاجين عمل. في خطة ان شاء الله في 2021 ليهم؟ احنا بقى السيدات بنشتغل عليهم بمنهج اخر. أيوة. بنشتغل عليهم من خلال منهج المشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر. ما بنكرش ان هناك طبعا بعض السيدات اللي احنا بنحتاجهم في القطاعات، وخاصه قطاعات متخصصه زي قطاع النسيج والغزل والمنسوجات، معظم العماله بتكون متوفره عندي من النساء. نعم. ولكن على الجانب الاخر بكون حريص على توفير مشروعات صغيره ومتناهيه الصغر ليهم، وخاصة في المحافظات اللي ما بتنزلش فيها سوق العمل وممكن انها تشتغل من بيتها زي المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد. فاحنا حريصين ان احنا برضو ندعم هذا التوجه في 2021. بس انا هقول لك حاجة، احنا كل ما نقدر عليه تقديمه من خدمات لإتاحة فرصة العمل، انا كوزير الصناعة ما بقدرش اتأخر عنه ابدا، بالعكس ببقى واخده هدف اساسي عندي وانا بشتغل. بشكر حضرتك سيادة الوزيرة الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة على هذه المداخلة وهذه التفاصيل. جهد كبير الحقيقة بذلته الوزارة خلال 2020. الجهد بان في ان احنا عدينا أزمة الكورونا بخسائر مقبولة زي ما الدكتورة نيفين قالت.
انخفاض في مؤشرات نسبة البطالة، صحيح في ناس لسه ما اشتغلتش، في ناس هتشتغل، بس كل المشروعات اللي بتقدمها الدولة وبتقوم بافتتاحها كل ده بتوفر فرص عمل. المشروعات دي موجودة في كل المحافظات، 2021 هيكون فيها مشروعات أكتر وخطط أكبر وكمية مشروعات هيتم افتتاحها، ناس كتيرة جدا هتشتغل، شباب كتيرة قاعد في البيت هيشتغل في 2021. عدينا أزمة الكورونا الحمد لله بخسائر اقتصادية مقبولة على كل القطاعات. بالتوفيق إن شاء الله في 2021. نروح للكورونا، شايفين الأرقام بتزيد يوم عن يوم في أعداد الكورونا. تحذيرات بتطلعها وزارة الصحة، وده ربما اللي خلى دكتور مختار جمعة وزير الأوقاف يطلع قرار بغلق مسجد النور، القرار ده النهاردة. تم غلق مسجد النور والساحة لمدة أسبوعين، وكمان خصم 10 أيام للعاملين في المسجد، وده بسبب عدم الالتزام للمصلين بتعليمات الوزارة بخصوص فيروس كورونا. يعني كده من الآخر ما كانوش لابسين الكمامة، ومفيش كمان معاهم المصلية الشخصية، لأنه أنتوا عارفين أنه مهم جدا كل واحد يصلي على المصلية الشخصية بتاعته، علشان ما يصليش على مصلية بشكل عام بتنقل الفيروس من حد لحد. وعلى فكرة ده معناه أنه هو هيحصل في أي مسجد مخالف. وطبعا المصلين النهاردة يعني ما كملوش الصلاة وخرجوا من الجامع، وأكيد إحنا ما كناش نتمنى لهم ده، لكن كان مهم قوي إن هم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية، لأنه إحنا أو الوزارة بشكل عام منبهة إنه يا جماعة في كل القطاعات والمؤسسات لابد إنه يكون معانا إجراءاتنا الاحترازية أو حاجاتنا الشخصية وإحنا رايحين الجامع. معايا على التليفون الشيخ جابر طايا، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، أهلا بك يا دكتور جيهان وبالسادة المشاهدين يا فندم. حضرتك كل عام وحضراتكم بخير. وحضرتك بخير يا فندم. عايزين نعرف كواليس القصة اللي حصلت في مسجد النور. الحقيقة كان معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة لدي اجتماع لدى السادة وكلاء الوزارة على مستوى الجمهورية 27 محافظة لإتمام بعض التوصيات ومتابعة بعض الأعمال في الوزارة في المديريات الإقليمية، طبعا مع مراعاة التباعد، وهناك قاعة كبيرة جدا تسع للجميع، ولكن بمجرد ما أذن الظهر خرجوا إلى صلاة الظهر، فوجد معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وهو يصلي الظهر أن بعض المصلين من رواد المسجد لا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية مثل اصطحاب السجادة الشخصية، نعم، مثل لبس الكمامة، فاضطر آسفا أن يتخذ هذا الإجراء الشديد وهو غلق المسجد لمدة 15 يوما لمراجعة هذه الأمور مع أئمة المساجد والعاملين بها. يعني سيادة الوزير كان حاضر بنفسه يا شيخ جابر في المسجد. نعم. هو أراد أن يتابع المسجد بنفسه ويخرج إلى الصلاة في وقت الصلاة حتى يقف على حقيقة الأمور بنفسه. اضطر طبعا آسفا أن يوقع جزاء على الأئمة وعلى العاملين في المسجد لأنهم لم يتمموا على الإجراءات الاحترازية داخل المسجد، أو لم يؤكدوا عليها، أو لم يوزعوا النوبات على الأبواب الرئيسية ويتحكموا في الدخول والخروج عن طريق اللي معه الالتزام الكامل يدخل المسجد، واللي ليس لديه التزام كامل مثلا ليس معه سجادة فردية يعود ليأتي بسجادته الفردية، أو ليس لديه كمامة أن يصطحب كمامة سواء من المسجد على بوابة المسجد أو يصطحبها معه في يده حتى يدخل بها المسجد ويكون لابسها مرتديها داخل المسجد. نعم. أعتقد هذا رسالة قوية لجميع المساجد في جمهورية مصر العربية أن تراعي هذا البعد وتراعي تطبيق الإجراءات الاحترازية لحتى يعني نطمئن على سلامة المجتمع والحفاظ على الأرواح وعدم نقل العدوى إلى الجميع. وفي النهاية يعني القرار دوت في مصلحة الناس، يعني إذا كان هو سيادة الوزير خد القرار ده فهو في مصلحة الناس. طبعا بالتأكيد، لأن نحن يعني حريصين على مصلحة العامة ومصلحة المصلين، وتعلمين يعني مدى الموجة الثانية هذه
وشراستها، ونريد أن نقي أنفسنا وحتى لا نعرض المساجد إلى الغلق. هذا غلق جزئي لمسجد واحد أعتقد يعطي رسالة قوية. نحن ملتزمون بالإجراءات الاحترازية التي اتخذها الدولة ونريد أن نطبقها تطبيقا كاملا. هم يعني يا شيخ جابر كانوا عارفين أن ده الوزير اللي موجود، ولا هم اتفاجئوا بهذا يعني بهذا الموقف وأن الوزير موجود بيصلي معاهم في الجامع؟ لا، العاملين بالمسجد يعلمون جيدا ان معالي الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه موجود. نعم. اما رواد المسجد فلا يعلمون ان معالي الوزير يصلي معهم. طيب يعني الحاجات ايه هي اللي المسجد يتقفل بسببها يا شيخ جابر في اي مكان عشان كل اللي سمعنا دلوقتي يبقى عارف انه لو ده ما حصلش في اي مسجد هيتقفل المسجد؟ لا، نحن لا نقول نغلق المسجد، ولكن حتى تظل المساجد مفتوحة. نعم. ينبغي اصطحاب الكمامة، ينبغي اصطحاب السجادة الفردية. أن تخرج من بيتك وأنت متوضئا لأن دورة المياه مغلقة ومعلق العمل فيها. ينبغي أن تراعي التباعد وعلامات التباعد، التعقيم المستمر للمساجد يوميا وعقب كل صلاة. أعتقد ده يقينا من الغلق ويحافظ على المساجد إن شاء الله. شيخ جابر يعني أنا اتبسطت جدا في مداخلة حضرتك في البداية وبتقولي كل سنة وانتي طيبة، فإحنا عايزين نقول إن المفروض إن إحنا كلنا بنعايد على الإخوة المسيحيين ونرد على هذه الفتاوى يعني الشاذة الغريبة اللي بتخلي فيه حزازية بين المسلمين والمسيحيين. يعني لا أبدا، المسيحيين أشقائنا وإخوتنا في الوطن، ونحن نتجاور ويعني بيننا وبينهم صلات ومودة ومحبة وعلاقات طيبة. نشاركهم أفراحهم ويشاركوننا أفراحنا، نشاركهم أحزانهم ويشاركوننا آلامنا وأحزاننا. أعتقد ليس هناك عاقل من يقول أن هناك مسلم ومسيحي يختلفان، ولكن نحن جميعا يد واحدة، وأعياد المسيحيين هي أعياد المسلمين، وأعياد المسلمين هي أعياد المسيحيين. نعم. الجميع يبتهج ويفرح في هذه المناسبات. طيب يعني دلوقتي يا شيخ جابر عبد الله رشدي على السوشيال ميديا هو بيقود حملة لعدم تهنئة المسيحيين، يعني مش هنقول الشيخ عبد الله رشدي، عايزة من حضرتك رسالة يسمعها يعني ليه أو لأي حد زيه بيعمل يعني هجوم على السوشيال ميديا علشان ما نهنيش الإخوة المسيحيين في رأس السنة والأعياد الكريسماس. نعم، لا نوجه رسائل لأشخاص، نحن نوجه رسالة بما تعلمناه في أزهرنا الشريف وفي مصرنا الحبيبة. نعم. نحن أبناء الوطن الواحد، مسيحيين ومسلمين، جميعنا نسيج واحد، لا يفرقنا شيء، ولكن أعيادهم كما قلت لسيادتك هي أعيادنا وأعيادنا هي أعيادهم. نعم. الجميع يفرح ويبتهج ونتشارك ونتشاطر في كل شيء، فلا يمكن أبدا أن تأتي آراء من هنا أو من هناك تفرق بين النسيج الواحد وأبناء الوطن الواحد. هم أخوتنا وأحباؤنا وأصدقاؤنا في العمل وفي غير العمل وجيراننا، أعتقد لا يقول ذلك به عاقل. بشكر حضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، ويعني الكلام صريح وواضح وما ينفعش ان احنا نستجيب لهذه الدعوات على السوشيال ميديا اللي بتخلينا جارنا المسيحي ما نخبطش عليه نقول له كل سنة وانت طيب. والسنة الجديدة دي بتاعتنا كلنا، وكلنا المفروض ان احنا ايد واحدة، لان احنا في ظروف ربنا اللي عالم بيها. كلنا مسيحيين ومسلمين بنقول يا رب، كلنا بنقول يا رب يشفي مرضانا اللي عنده مريض، ويا رب يحفظنا من الكورونا، ويا رب تبقى سنة حلوة علينا كلنا. فالكل بيقول يا رب، فما ينفعش ان احنا يبقى في حزازيات بين مسلمين ومسيحيين. ما نقولش كل سنه طيب هو يجي عندنا عيدنا او المولد النبوي او اي شيء، ما يقولناش كل سنه وانت طيب. فانا طبعا اكيد هنسمع كلام شيخ الازهر، مش هنسمع كلام عبد الله رشدي.
قرارات مهمة من البنك المركزي المصري للتخفيف عن المواطنين في ظل أزمة الكورونا، وخاصة كتير منا شاف قصة السحب النقدي من ماكينات الـ ATM وبسببها الناس قلقت جدا، لكن المسؤولين في القطاع المصرفي كانوا الحقيقة موفقين للغاية وعارفين السوق المصري والمواطن في الفترة دي محتاج بعض القرارات اللي بتظبط السوق. علشان كده قرر البنك المركزي مد سريان بعض القرارات اللي سبق اتخاذها لمواجهة كورونا، مدها لفترة جديدة مدتها حوالي 6 أشهر لحد 30 يونيو 2021. القرارات منها إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، وغيرها من القرارات المنصفة للعملاء المصريين في البنوك. معايا على التليفون الأستاذ يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك المركزي الأهلي. نائب رئيس البنك الأهلي، مساء الخير أستاذ يحيى. مساء الخير. أهلا وسهلا فيك مساء حضرتك. أهمية هذه القرارات يا فندم للمواطن المصري في ظل هذه الظروف؟ هي برضو في ظل استمرار توجه الدولة وتوجه البنك المركزي إلى تشجيع التعامل على الأدوات الإلكترونية بدون أن نتعامل مع النقد بشكل مباشر. نعم. فبنحاول التحويلات كلها، مش مجرد بس السحب، إلغاء رسوم السلام والسحب لغاية 30/6، ولكن كمان كل التحويلات ما بين البنوك وبعضها او التحويلات ما بين الحسابات وبعضها دي برضو داخل مصر، الجنيه المصري كلها معفيه. كل ده عشان تشجيع التعامل بالنقد من خلال البنوك وليس التعامل المباشر بالبنكنوت او النقد يعني. فده يؤدي الى اكثر الى التحول الى عالم رقمي، عالم بعيد عن نقد والتحول وتكلفه التعامل بيه وتكلفته البهيضه للاقتصاد القومي بشكل عام. وده يا فندم يسري على أصحاب المعاشات وكل القطاعات اللي بتستخدم هذه الماكينات؟ بالضبط يا فندم، كل العملاء، أي عميل بيسحب من البنك بتاعه فكان لما ممكن يكون معفي، أو بيسحب من بنك تاني بكارت بتاعه من بنك تاني برضو معفية هذه الفترة. طيب، كان في منشورات يا فندم على السوشيال ميديا بأسعار رسوم جديدة للتحويل، صحة هذا الكلام؟ لا، ما دي كانت يمكن الارقام القديمه وكانوا متصورين ان هي سيتم اعاده تطبيقها مره اخرى، ولكن البنك المركزي استمر في سياسته وان هو اعفى حتى 30/6/2021 من كافه المصاريف سواء للتحويلات او من ماكينات السحب الآلية. بشكر حضرتك استاذ يحيى ابو الفتوح نائب رئيس البنك الاهلي، والحقيقه دي قرارات مهمه جدا في ظل ازمه الكورونا، هتسهل على المواطنين، هتسهل على اصحاب المعاشات، هتسهل على كل القطاعات اللي بتحصل على مرتب شهري او بتستخدم هذه الماكينات. فاصل ونواصل. بنكمل مع حضراتكم أخبارنا، ولما نيجي نعاقب أولادنا لازم يكون العقاب على قد الغلط اللي المفروض نعلمه لأولادنا وطلابنا وكل الجيل الجديد، لكن في نفس الوقت ما ينفعش نقول للطلاب هو ده اللي عندنا وهو ده اللي حصل في موضوع دمنهور، ما ينفعش إن احنا نضيع مستقبل طالب. الحكاية أنه الطالب مصطفى شعلان عمل مداخلة في أحد البرامج التلفزيونية في التلفزيون المصري، واشتكى أنه الإجراءات في جامعة دمنهور مش على قد المستوى، الإجراءات الاحترازية، وأنه عملية الوقاية من كورونا مش بالقدر الكافي. بعدها على طول قامت جامعة دمنهور باعتبار انه الطالب خارج عن الاعراف وقامت بفصل هذا الطالب. بعد ما الطالب تم فصله الدنيا اتقلبت وما قعدتش، لانه الطالب الحقيقة يعني اتكلم بشكل طبيعي واتكلم بشكل يعني مهذب، ما خرجش في الالفاظ وفي التلفزيون المصري وما غلطش في اي حد
في الجامعة، لكن قرار الجامعة كان بفصل هذا الطالب فورا بعد انتهاء المكالمة. طيب هو غلط في ايه؟ هو كل اللي بيقولوه انه مفيش اجراءات احترازية كافية داخل الجامعة. هو ما غلطش، يعني النهاردة الوزير قفل الجامع لانه الاجراءات الاحترازية ما كانتش على الوجه الكافي. محدش زعل، بالعكس احنا كلنا متفقين انه لازم يبقى الاجراءات الاحترازيه في كل مكان على اكمل وجه. واللي دلوقتي في غرامه على اللي مش هيلبس الكمامه تقريبا 50 جنيه في كل مكان. الشيء بقى الكويس اللي حصل اللي احنا بنتناول عشانه الخبر انه موقف وزير التعليم العالي او وزاره التعليم العالي تدخلت، وتدخل الوزير بشكل مباشر وطلب تحقيق في هذه الواقعة، وبعد التحقيق ألغى قرار الجامعة وألغى قرار الفصل بشكل مباشر للطالب مصطفى شعلان. وده اللي حصل، ودي كانت القصة. وطبعا يعني احنا بنشكر الوزير الدكتور خالد عبد الغفار، مش عشان بس انه الطالب رجع، لا، علشان خاطر انه تدخل وانه حقق في هذه الواقعة، ومحبش ان هو يسمع انه في طالب مستقبله ضاع بدون ما يعرف السبب او ياخد قرار في هذا الموضوع. معايا على التليفون الاستاذ محمد شعلان، والد الطالب مصطفى شعلان. مساء الخير استاذ محمد. حضرتك يا فندم، اهلا بحضرتك. احنا طبعا يا فندم شاكرين جدا على تواصلكم وعلى اهتمام الاعلام. يعني احنا طبعا لما سمعنا في البدايه الخبر، الخبر تناولته كل وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا لما مصطفى تم فصله بعد مكالمته في البرنامج التلفزيوني الشهير طبعا على التلفزيون المصري. كل الناس كانت متضايقه. قول لي انتوا يعني حسيتوا بايه يوم فصل مصطفى من الجامعه؟ والله يا فندم دي طبعا كلنا كاولياء امور وكمسؤولين عن اولادنا بيبقى عندنا كلنا بنتمنى ان اولادنا يوصلوا الجامعات ويوصلوا التعليم. نعم. فلما فبنشوف طبعا بيبقى حسره واسى لما يتعرض اي ابن من ابنائنا لهذه المواقف الصعبه. أيوة. طبعا خاصة نحن لم نتعود على هذه المواقف يعني، فالحمد لله رب العالمين ان صوت الشباب كلهم وصلوا والحمد لله ان ربنا. بس هل مصطفى كان متوقع هذا القرار بعد المداخلة التليفونية؟ ايوه يا فندم كان متوقع هذا، كان متوقع يعني. الحمد لله يعني هو طبعا مصطفى، لا هو مصطفى لما تواصل مع الاعلام كان متوقع ان هو شاب من الشاب بيقول رايه طريقة عادية جدا، وان الموضوع لا يتعدى تعبير عن الرأي يعني في المصلحة العامة. لما توقع ان يكون لك فصل اطلاقا يعني. هو مصطفى عند حضرتك؟ ايوه يا فندم. طب ممكن نكلمه؟ تحت امرك يا فندم. اتفضل. انا سعيد دكتور ايان. اهلا، ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله تمام. يعني احنا طبعا متصلين عشان نبارك لك على الغاء هذا القرار، وكلنا فرحنا طبعا انه انت مش هيضيع عليك السنة. ربنا يخليك يا رب. هو انت مش تباركي لي انا بس، بصراحه انت المفروض تباركي للشعب المصري جميعا، لان كل الناس الحمد لله تعاونت معايا ان كان شباب كبارا وصغارا. وانا يعني انا مش من كتر فرحتي بصراحه باللي حصل، انا مش مستوعب اللي بيحصل حقيقي، لاني مش عارف اشكر الشعب ازاي واشكر الناس ازاي واشكر السيد الوزير الدكتور خالد عبد الغفار ازاي والسيد الدكتور عبيد عبد الفتاح صالح. طب خليك معايا مصطفى ثواني على التليفون، لانه معايا الدكتور عبيد صالح رئيس جامعه دمنهور. مساء الخير يا دكتور. دكتور عبيد، مساء النور يا فندم. اهلا اهلا بحضرتك، كل سنه وانت طيب. مساء السلام يا فندم. هو بس يعني القرار الحقيقه كان صادم شويه للناس، والناس تخيلت ان هو يعني معاقبه لمصطفى او علشان اتكلم يعني. بس لسه في توضيح بسيط، بس اولا بحترم الاعلام المصري المحترم وبحترم الراي المصريين الراي والشعب المصري. حضرتك القصه كالتالي، هو لما حصل مداخله وكتب مذكره للسيد عميد كليه الزراعه والسيد قائم عمل كليه التجاره، نعم، في مصطفى وزميلته علاء، ده اجراء طبيعي بيتحول الاداره القانونيه. الاداره القانونيه يعني حققت في الموضوع، تمام حضرتك،
وبعد كده بيتحول لمجلس تأديب في الكلية زي ما زي درجة أولى من محكمة درجة أولى كده عادي يعني كده عادي. نعم. بياخد جزاء بعد كده الطالب من حقه بيتظلم لرئيس الجامعة أو استئناف أعلى الجامعة يعني زي محكمة درجة أولى ودرجة تانية. ففي الكلية مجلس تأديب بينعقد عادي تمام حضرتك، وبعد كده هنيجي المستوى بس يمكن الدنيا كانت سريعة معاه شوية، هو المفروض بعد مستوى بياخد الجزء ده بيعمل التباس أو تظلم لإدارة الجامعة أو المجلس الاستئناف أعلى، مجلس الاستئناف الأعلى بينظر الموضوع كله من أول لآخره وبناء عليه بيتم إلغاء العقوبة أو تخفيف العقوبة، وده اللي حصل بمجرد النهارده مصطفى تواصل معانا الصبح وأنا بقول لك هو سامع بمجرد ما كتب التباس. نعم. يعني اسأليه اتعامل إزاي حضرتك، وتم على طول في الحال تشكيل مجلس استئناف في الجامعة، وده بينعقد يعني مصطفى حقه يتظلم خلال 15 يوم من استلام القرار في الكلية. نعم. معاه 15 يوم يتظلم، هو يمكن القرار ما خدش يومين أو ثلاث أيام حضرتك. أيوة. لو كان مصطفى جاء من ساعة ما خد القرار وتظلم خلاص الموضوع يتحول لمجلس استئناف، وده زي نظام المحكمة بالظبط، فبينظر في كل كبيرة وصغيرة. فاحنا الحمد لله نظرنا في كل كبيرة وصغيرة وتم إلغاء العقوبة وتم تشكيل لجنة محترمة للتحقيق في الموضوع من A to Z من بدايته حتى نهايته عشان أي حد مخطئ أو مقصر هينال على الجزاء، وطبعا ده بالتنسيق طبعا مع معالي الوزير المحترم الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم والبحث العلمي. وعلى فكرة احنا مش أول مرة نلغي عقوبات في مجلس ناس أعلى، احنا لغين قبل كده لطلاب كتير جدا جدا، ما يمكن قلت لمصطفى النهاردة يا مصطفى لو كنت جيت أنا لاغي ناس كتير جمالة جدا جدا، يعني عندنا طالبة في كلية هاجر أشرف ده في كلية التمريض. نعم. خد السنة دي في مجلس تأديب في الكلية بتاعتها. لما جت عندنا الجامعة على طول لغيت مجلس استئناف، أنا برئيس مجلس استئناف الأعلى في الجامعة ولغيت لها العقوبة. وحضرتك الكلام ده كان السنة دي بتاريخ 22/12/2020، يعني لسه ما فيش أنا لغى العقوبة أنا بنفسي، لأن لما بنفحص الحاجات دي كانت واخدة على فكرة سنتين، إحنا بنفحص مجلس استئناف أعلى زي محكمة درجة أولى تدي يعني جزاء عالي جدا جدا، الدرجه الثانيه بتفحص، فاحنا بفحص فحص الورق بمجرد مصطفى ما تقدم بالتماس او تظلم على طول احنا فحصناه وخدنا هذا الاجراء. عندنا برضو شهاب سند محمد عبد الجليل ده الفرقه الرابعه كليه التربيه النوعيه خد فصل سنتين برضو جاء عندنا في الجامعه لغناله. طب هو حضرتك يا دكتور عبيد حضرتك اللي بتمضي على قرار الفصل ولا بيكون من اي شخص اخر؟ لا اداره الكليه فند مجلس استئناف الاولاني باداره الكليه، بعد كده احنا بيجينا مجلس استئناف اعلى في الجامعه. نعم. بقى اللي بنقول فيه ايه او لا او بنخفف العقوبه، وفي الاخر الطلبه كلها اولادي واحنا بنتعامل معاهم بروح القانون مش بالقانون على فكره، لان طبعا الشباب والحماس والتبعيه واحنا شايفين ان دوله النهارده ماشيه على طريق سليم ونحق الشباب يتكلم قول راحته وياخد راحته وياخد نقد البنا. على فكره مصطفى عارف ان انا عامل استبيان على موقع الجامعه ب 100 سؤال يقول رايه في كل كلمه في الماده العلميه اللي بتقدم له، يقول ايه مشاكله، يقول لي مقترحات كل الطلاب في جامعه دمنهور وما يكتبش اسمه عشان ما حدش يتتبعه. نعم. والحاجات دي بتتابع يوميا وتحلل وبيتم عمل مجلس عمدة لحل هذه المشاكل والمقترحات. عاملين مجلس جامعه عاملين استبيان ثاني استاد اولياء الامور على فكره من 100 سؤال يقول رايه في كل حاجه، ابنه ده ايه مشاكل مقترحاته. احنا على فكره في اسبوع واحد احنا جالنا يعني استبيان. طيب دكتور عبيد خليك معايا على التليفون ثواني وهرجع لك تاني. مصطفى ايوه ليه ما رحتش للدكتور عبيد مباشره لما طلع هذا القرار علشان هو يقوم بتصحيح هذا القرار، او لما حسيت انه في ملاحظات عليك؟ والله يا دكتور انا يعني انا طالب برضو يعني ما اعرفش الحاجات القانونيه اللي المفروض تتم. نعم. انا اتوجهت ان انا اتظلمت، وبصراحه يعني بدا يعني البدايه من الشباب ما كانتش مني، البدايه من صحابي طلبه المحترفين طلبه كليه التجاره، طلبه يعني فخور جدا ان انا طالب من ضمن طلاب كليه التجاره جامعه دمنهور. ده اللي فعل الهاشتاج والحمد لله صدرنا، وبعد كده عرفت الاجراء القانوني ورحت للدكتور عبيد بصراحه استقبلني استقبال فاني يعني سبته حقيقي مش احد طلابي. طيب الدكتور عبيد سامعك، هل تحب توجه له اي رساله؟ اشكرك. او طلب؟ طبعا لازم اشكره، اشكر عبيد طبعا على مقابلته ليا وعلى
لان بنقول دي يعني حاله فرديه ان يحصل مجلس استئنافي في نفس اليوم، يعني دي يمكن لاول مره يمكن تحصل. وطبعا انا بشكره جدا 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 جدا، وبشكر كمان معالي الدكتور خالد عبد الغفار على تدخله في المشكله، ودكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وطبعا بشكرك يا مصطفى عبد الفتاح السيسي. بشكرك. نرجع لدكتور عبيد. ايوه يا دكتور. انا بشكرك يا مصطفى. بنشكر حضرتك دكتور عبيد. انا على فكره بتعامل مع الطلاب والله ولادي او ولادي وليس طلاب في الجامعه، هم عارفين كده، انا بنزل لهم كلياتهم بنفسي وهم عارفين مصطفى عارف. نعم. بنزل على الكافيتريات بتاعه الجامعه بمر بنفسي واسال في مشاكل في اي وسجل المده بتاعتي وارجع مع العمدة مجلس عمده او مجلس جامعه او مجلس شؤون التعليم والطلاب، وكل هذه المشاكل بتحل فورا. هو مصطفى عارف الكلام ده، لو سالتيه هيقول لك قد ايه الطلبه حافظين، كل الطلبه عارفين بالاسم بشكل. تمام. بدعاهم باستمرار يوميا على الله. بشكر حضرتك دكتور عبيد رئيس جامعه دمنهور دكتور عبيد صالح. زي ما شفنا انه القصة عدت على خير والطالب رجع وكمل السنة، وهو برضو كان المفروض هو يتوجه مباشرة لرئيس الجامعة علشان ياخد القرار النهائي منه. طبعا احنا بنشكر وزارة التعليم العالي دكتور خالد عبد الغفار انه اهتم بهذا الموضوع وتدخل وطلب انه يتعمل تحقيق ولجنة، وبالفعل تمت ورجع مصطفى للسنة الدراسية بعد المكالمة التليفونية في التلفزيون. نركز بقى شوية في الأرقام اللي جاية. 50 مدينة ومركز على مستوى الجمهورية فيهم 1381 قرية، الأرقام دي بتساوي 500 مليار جنيه. النتيجة هي مبادرة حياة كريمة اللي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي من فترة، وصلت إنه هيتم تحديد عدد القرى علشان يتم تنفيذ فيها المبادرة بشكل يليق بالمصريين ويخليهم على مستوى مصر اللي احنا عايزين نشوفها. مبادرة حياة كريمة 60% منها هيكون في الصعيد، بتستهدف عدد من المواطنين بالملايين في القرى الأكثر فقرا، يعني هم اهتموا بالقرى الأكثر فقرا أولا. هيتم تطوير القرى بشكل كامل، هيتم مراعاة البعد الاجتماعي وكل التفاصيل اللي احنا ممكن تكون على بالنا. كانوا 1000 قرية وسيادة الرئيس خلاهم 1381 قرية. انتم متخيلين انه عدد القرى كبير، يعني انا الحقيقة حاسة انه مجهود هيكون كبير قوي انه كل هذه القرى يتم تطويرها. بصراحة شيء حلم ان احنا نشوفه بيتحقق قدامنا. معايا على التليفون الأستاذ خالد عبد الفتاح مدير مبادرة حياة كريمة. أهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ أهلا بحضرتك وكل سنة وأنت طيب. وخبر حلو الحقيقة، سعيدة على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. خبر حلو إن احنا نبتدي بيه 2021. أعرف من حضرتك هذه الخطة وهتبتدوها منين؟ احنا للتذكرة فقط، مبادرة حياة كريمة أطلقها فخامة الرئيس في بداية عام 19، كان الهدف منها تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى الأكثر احتياجا، وهذه القرى تم تحديدها في ذاك الوقت بالاعتماد على بيانات الجهاز المركزي للتنمية العامة والإحصاء. نعم. تم استهداف تطوير أفقر 1000 قرية. تم العمل فيها في السنة الأولى على مستوى 143 قرية كانوا موزعين على 11 محافظة، إنما هذه القرى برغم الجهد اللي بوصل فيها وتطويرها إلا أنها كانت قرى متنافرة، وبالتالي حجم الأعمال اللي تم تنفيذها ما هوش واضح قوي مقارنة بالقرى المجاورة ليها والمركز اللي موجودة فيه. نعم. فصدرت توجيهات رئاسية وإحنا شغالين في القرى السنة الثانية من الألف، صدرت توجيهات رئاسية بتوسيع نطاق العمل في المبادرة لتشمل جميع المحافظات الجمهورية، وتستهدف تطوير كل قرى الريف المصري في ظرف 3 سنوات.
كل قرى الريف المصري، يعني بنتكلم على 4584 قرية موزعين على عدد 188 مركز إداري. عدد كبير قوي يا فندم. هو تقريبا كل ريف مصري يا فندم. يعني تقريبا فيها اهم اشكال التنمية حضرتك اللي هتتعمل داخل هذه القرى. طبعا الاشكال اللي احنا بادئين بيها من اول سنة مع اضافة تدخلات جديدة، اللي هي في التدخلات متعلقة بالتطوير البنية التحتية وانشاء المؤسسات الخدمية زي التعليم والصحة ومراكز الشباب والوحدات البيطرية وخلافه. نعم. إضافة إلى الطرق والإنارة والمية ومية الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي وخلافه. ده كل ده مكون تطوير البنية التحتية والمؤسسات الخدمية. ثم مكون آخر متعلق بإحداث نوع من أنواع التنمية الاجتماعية والاقتصادية داخل هذه القرى وعلى مستوى المراكز المستدامة. هذه التدخلات بتشمل تدخلات وأنشطة تستهدف التمكين الاقتصادي وإلحاق المواطنين بسوق العمل وإحداث نوع من أنواع النمو الاقتصادي للاقتصاديات المحلية على مستوى هذه القرى والمراكز. في اقتصاد محلي ممكن يبقى اقتصاد زراعي او اقتصاد حرفي في حرف معينه منتشره في قرى عديده. نعم. ومراكز عديده، فبيتم ايضا مساعده هذه الحرف على النمو والتوسع. ايضا في محور خاص بالصحه والاعاقات وتوفير اجهزه واطراف صناعيه واكتشاف مبكر للاعاقه خاصه الاطفال اقل من 5 سنوات. يعني شغل وجهد كبير جدا الحقيقه ان احنا نشوفه بعد 3 سنوات، ده اكيد هيبقى فيه مجهود كبير واخبار حلوه في بدايه 2021 ان احنا نشوف التنميه في القرى المصريه وخاصه الاكثر فقرا، القرى اللي محتاجه، اهالينا اللي محتاجين كل هذه التنميه. واحنا معاكم بكاميراتنا هننقل أول بأول كل الجهد اللي بتعملوه في القرى المصرية ومحافظات مصر. العلاقة بين مصر وليبيا هي علاقة تاريخية مش مرتبطة بالنهاردة ولا بالظروف الحالية، لكن دايما العلاقة بين البلدين هي علاقة ممتدة، وده اللي خلى المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تنظم ندوة تثقيفية بمقر المنظمة وبحضور الكاتب الصحفي الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام و35 إمام وداعية من أبناء ليبيا. نشوف مع بعض هذا التقرير ونرجع تاني. بحضور أئمة ودعاة من أبناء ليبيا أقامت المنظمة العالمية لخريج الأزهر ندوة تثقيفية حول العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا وإلقاء الضوء على عمق الصلات والأهداف المشتركة في كافة المجالات الدينية والاجتماعية والثقافية. مثل هذه اللقاءات بتوحد الروح والأفكار. فكرة استنهاض الدولة الوطنية، الدولة الوطنية بهويتها الوطنية، بالعلم، بالنشيد، بعشق الأرض، بالدفاع، ان انمي في عقيدة الشباب والناشئ انهم يحبوا بلدهم ازاي، مش يحمل سلاح عشان يقتل ابن دينه اللي بيدافع عن ارضه. طلبت منهم يعني تبقى في حوارات مشتركة حوالين هذه القضايا، الاديان والاوطان، شهيد الحق وقتيل الباطن، المواقع الالكترونية والفضاء الفسيح اللي بتشوه افكار الشباب، الفتوى اذا لم نحسن استخدامها هتتحول الى ما يشبه الديناميت والمتفجرات اللي بنملأ بيه العقول، لان اي جريمة، اي سيارة بتفخخ او بتهدم اي شيء بتبدأ بفتوى. الفتوى دائما هي الإصبع اللي بيدوس على الزلال. هذا اللقاء يبين الجهود المصرية وجهود الأزهر الحثيثة في مواجهة الأفكار المتطرفة التي غيرت خريطة الشعب الليبي الذي كان معروفا بالتواد والتحاب والتماسك القوي جدا لأنه شعب قبلي. حينما دخل الفكر المتطرف هذه البلاد فرق بين القبائل وفرق القبائل بعضها مع بعض، وخاصة تصيد الشباب الذي ذهنه خال وملأه بالأفكار المتطرفة فأصبحنا نسمع ما نسمع. فدورنا في المنظمة يتجه دائما إلى حصر هذه القضايا
وإلى مساعدتهم لأنهم مقتنعون أنها أفكار خاطئة. هذه الندوات التثقيفية على مدى عمق العلاقات الليبية المصرية نجدها أتت في الوقت المناسب، أتت في مكانها، أتت في موقعها الصحيح. ما تمر به بلادي الآن ليبيا أيضا يعتبر أزمة حقيقية وأزمة كبيرة، خصوصا ما يمثله الاحتلال التركي أو ما تقوم به الأطماع التركية في ليبيا. أيضا لولا جهود الدولة المصرية أو الدولة المصرية العميقة في هذا الإطار لكانت ليبيا محتلة من العثمانيون الأتراك، ولكن نحن الليبيين لن نرضى إلا بمصر، ولن نرضى أن تمثلنا إلا مصر، ونحن رهن تعليمات ورهن أوامر الجمهورية المصرية لطرد هذا الاحتلال من ليبيا. وبارك الله في مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي والدبلوماسية المصرية، ونثمن مجهوداتهم عاليا. نعم، انطلاقا من دور مصر الريادي وحفاظا على تماسك شعوب دول الجوار، أطلقت جامعة الأزهر ندوة تثقيفية للآئمة والخطباء الليبيين لحماية الأجيال القادمة من خطر الفكر المتطرف. إيهاب العدوي، قناة المحور، 90 دقيقة. في الأيام اللي جاية وكل ما بيقترب 25 يناير هنسمع عن حاجات كتير من الإعلام الخارجي اللي بيتربص بمصر دايما، وطبعا احنا اتعودنا على ده طول السبع سنين اللي فاتوا. يعني كل ما تيجي 25 يناير خلاص احنا حافظين انه الأحداث ايه اللي هتحصل ومين هيقول ايه، خلاص يعني بقينا زي فيلم بيشتغل كل سنة. هيكون في محاولات لإثارة الرأي العام، دعوات للتظاهر، نشر الأكاذيب، كلام عن الإعلام المتربص بمصر، عن تراجع الدور المصري في أفريقيا والدول العربية والشرق المتوسط. النهاردة بنرد على كل هذه الأكاذيب من خلال مرصد المحور، ونشوف معاكم هذا التقرير. مرصد المحور، الدور المصري وعودة بعد تراجع. دخلت مصر منذ يناير 2011 في خضم تطورات مفصلية متسارعة تقلبت فيها القاهرة بين أمواج الربيع العربي الذي كان في ظاهره يستهدف إحلال الديمقراطية في الربوع العربي، وفي باطنه كان يحمل أهوالا اقتصادية وسياسية واستراتيجية تسببت في دخول معظم دول الشرق الأوسط في مخاض عسير على كافة المستويات لم تخرج بعضها منه حتى الآن. بعد 2011 عانت الدولة من أزمات داخلية كثيرة، وفي 2013 انتقلت التحديات إلى السياسة الخارجية حيث تراجع الدور الإقليمي في ظل تحديات أكبر أمنية خارجية في المنطقة العربية. أدى تراجع الدور العربي والإقليمي إلى ظهور أدوار غير عربية تهدد المنطقة. كان لمصر وقفة حاسمة لإعادة هيكلة دورها العربي والإقليمي. الدور المصري في ليبيا. فرضت مصر خطاً أحمر على الحدود الغربية لمدينة سرت والجفرة وسط ليبيا. إعلان القاهرة بالدعوة لحل سلمي للأزمة بدون تدخلات خارجية، إيقاف إطلاق النار بشكل كامل في المنطقة، إحباط المحاولات التركية للتقدم نحو الهلال النفطي الليبي، تقديم الدعم للجيش الوطني الليبي والقبائل الليبية. الدور المصري في سوريا. تصاعد بشكل تدريجي بسبب الفترة التي مرت بها مصر من 2011 حتى 2015. أكتوبر 2016 كانت العودة التدريجية للدور المصري بسلسلة نقل المواد الإغاثية إلى حلب ومناطق أخرى، بلورة اتفاقيات للهدنة بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة، هدنة الغوطة الشرقية في يوليو 2017، اتفاقيات مماثلة في ريف حمص الشرقي وحي القدم عام 2018، تكوين تيار القاهرة وتيار الغد، وعقد مؤتمرات لعشائر وقبائل سورية، مواجهة التدخل التركي في الأراضي السورية خاصة الشمال. الدور المصري في فلسطين. الملف الفلسطيني قضية أولى للعرب ولمصر خاصة. أدارت القاهرة الملفات الفلسطينية حتى في سنوات تراجع دورها الإقليمي عبر التواصل المستمر مع كل المكونات الفلسطينية، وتوحيد المؤسسات الرسمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب المؤتمرات الدولية التي عقدتها القاهرة لنصرة القضية الفلسطينية. الدور المصري في العراق والأردن.
اتسمت العلاقات المصرية مع الأردن والعراق بطابع خاص منذ ثمانينيات القرن الماضي، ولكنها تباطأت خلال بداية الألفية وصولاً إلى مرحلة الربيع العربي، ويظل الأردن لسنوات طويلة رفيقاً للسلاح المصري. تظل العلاقات المصرية العراقية الأردنية مستمرة، وتم تتويجها منذ أيام بترأس رئيس الوزراء المصري الاجتماع الوزاري الأردني العراقي. الدور المصري العابر للمتوسط اتسم بتصحيح أخطاء الماضي، بالأخص حقبة التسعينيات، والعقد الأول من الألفية الجديدة كان شبه معدوم. فأهمية شرق المتوسط لأمن مصر القومي والعسكري والاقتصادي جعل القاهرة تضع نصب أعينها تقوية علاقاتها على كل المستويات، اليونان، قبرص، بترسيم الحدود البحرية عامي 2013 و2020، وتوقيع اتفاقيات لتقوية التعاون العسكري مع دول حوض المتوسط بسلسلة مناورات بحرية وجوية. الدور المصري في إفريقيا. عظمت مصر منذ عام 2014 دورها على الساحة الإفريقية لمحاولة تلافي الأخطاء التي وقعت فيها الإدارة السابقة، والتي أهملت بشكل كبير تدعيم الزخم السياسي والاقتصادي المصري في القارة السمراء. بدأت مصر تصعيد دورها في إفريقيا بشكل أساسي من خلال الملف الاقتصادي، بتدفق الشركات المصرية العاملة في مجال المقاولات والتشييد والبناء، والتي تنفذ حالياً مئات المشاريع. معي على التليفون سعادة السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق. مساء الخير سعادة السفير. ألو؟ معالي السفير؟ ألو؟ ألو؟ في مشكلة في الاتصال. شفنا مع حضراتكم مرصد المحور، أو هذا رجع لنا سيادة السفير. أنا معاكي من الأول، أنت اللي مش معاي. لا أنا مش سامع حضرتك في الاستوديو، بس معلش. أهلا بيك، كل سنة وحضرتك طيب. أنا سامع حضرتك من البداية. يعني معالي السفير، كل ما بتقرب ذكرى يناير بتزيد الشائعات. بقالنا 7 سنين بيتكلموا عن تراجع دور مصر العربي والأفريقي من خلال منصة المحور، حاولنا ان احنا نرد، لكن اكيد حضرتك عندك رد مختلف. يعني انا لسه كاتب على موقعي بقول مصر تاني اكبر اقتصاد في العالم العربي السابق. نعم. لكن هي الدولة الوحيدة في المنطقة كلها في الشرق الاوسط اللي تستطيع ان تعبئ بكره الصبح 2 مليون عسكري. لتدافع عن امنها القومي والامن القومي العربي. نعم. هي الدوله الوحيده في المنطقه اللي لديها 30 مليون قوه عامله. هي الدوله الوحيده اللي عندها 11 مليون مصري بيشرفوها في الخليج وفي امريكا وفي كندا وفي اوروبا، وهم خيره المصريين، بدليل ان هم بيقدروا يحولوا سنويا 30 مليار دولار لاهاليهم. يبقى إذن أنا عندي قوة ضريبة كبيرة. أنا أكثر اقتصاد في المنطقة تنوعا. معظم الاقتصادات بتعتمد على سلعة واحدة زي البترول، أو تعتمد على أي سلعة إنتاج مفرد. نعم. لا، أنا عندي قناة السويس، عندي النيل، عندي السياحة، عندي صناعة، عندي زراعة، وكل هذا. وفي نفس الوقت بنطور هذا، والحياة اللي حصل خلال السنوات الأربعة الماضية هو عبارة عن قفزات، مش تنمية اقتصادية عادية، وإنما قفزات، لأن احنا مدركين إن علينا واجب نحو أجيالنا القادمة، نحو 2.5 مليون طفل بنولده في السنة، والخمس مرات قد الدولة اللي عاملة لنا دوشة. نعم. بالتالي أكبر قوة ضاربة في المنطقة العربية. واللي بيفكر، أنا قلت الكلام ده مش للعرب، أقول للأوروبيين، إذا فكرت أن تدخل الشرق الأوسط أو المنطقة العربية بمعزل من مصر فأنت واهم، والكل يعلم هذا تماما. أدي عاوز أقول نصيحة للشباب بالذات، إنه يفرز شوية لما يسمع معلومة. نعم. لأن على فكرة مع الخبرة بتلاقي حضرتك إن في معلومة مش راكبة، مش نافعة، ما تتفهمش، ما تتخدش على مصر أبدا. وبالتالي خلينا أذننا تكون مع الإعلام المصري. أنا مهما كنت في يعني في 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 المكسيك ولا في الصين، لازم أسمع
مصادر إعلام مصرية أمينة، ما خليش مصدر أجنبي هو مصدري حتى كان من المصادر العالمية مثلا، لكن لازم أنا ما نمشي بأي يوم إلا ما أسمع مصادر بلدي بتقول إيه. أيوه. بس مطمئن وإحنا الحمد لله بخير. أيوه. مهما أوصف لك مدى إعجابي بشباب مصر اللي بقابلهم في الجامعات أو في مراكز التدريب أو في التدريب بتاع مراكز الرئاسة أو إعداد القادة، أنا معجب بالشباب المصري، بس هو محتاج ناس عواجيز زينا يقولوا لهم الواقع، يعلموهم إزاي يتعاملوا مع الهجوم الضاري علينا. وأنا شوية ما بعد إذنك مش نقصر نظرية المؤامرة، المؤامرة ما تتمش إلا على حد عنده استعداد لأن يتآمر عليه. أيوه. طول ما احنا متحدين، طول ما احنا دولة ملتفة حول بعضها البعض وحول رئاساتها، احنا في خير إن شاء الله. إن شاء الله. بشكر حضرتك سعادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، محاولة جادة للرد على أهل الشر وإعلام أهل الشر، وخاصة ده التوقيت بقى بتاعهم، يعني هما بيتكلموا طول السنة بس بيجي الوقت دوت بيحصل نوع كده من الإثارة ومحاولة إثارة الرأي العام، محاولة عدم الاستقرار، كل ده خلاص إحنا بتهيالي حفظناه و بقى شيء بالنسبة لنا مفهومه، وإحنا أصلا مش بنديله أي اهتمام أو أي إن هو يلفت نظرنا أو يبقى إحنا مركزين معاهم. هنروح لفاصل وأرجع أستقبل ضيفتي الفنانة القديرة متمكنة ومتعددة المواهب، قدمت مشوار فني طويل بيحبها كل المصريين، لها أعمال فنية زي المال والبنون، أيام السادات، المرأة الحديدية، ومسلسل البرنس، خيانة عهد، قدمت دور الأم والأخت والصديقة الوفية. معايا الفنانة القديرة سلوى عثمان بعد الفاصل. الفنانة سلوى عثمان مواليد القاهرة عام 1959، ابنة الفنان القدير عثمان محمد علي، تخرجت في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة، وبدأت مسيرتها الفنية سنة 1980، عملت ممثلة في الإذاعة وهي في عمر 17 سنة، واتجهت بعد كده للسينما والمسرح والتلفزيون، ومن أهم أفلامها هستيريا ورسالة إلى الوالي والصديقان. ابن بنقول الراكب دار ما يسألش عليه مجنون. شاركت سلوى عثمان في بطولة العديد من المسلسلات منها ليالي الحلمية وسجن النساء. بيت جرايا بيت، كلميني عادل زي ما بكلمك، لحسن وديني أكلك باللي في رجلي. وصف النقاد والمشاهدين مشهدها في مسلسل البرنس بأنه الأفضل في 2020. أخلص تنفتلوا براته وعياله، لا وإيه ربنا لا جنوسهم، عايزين تكملوا علماني ليه؟ هو أنا مخلفة إيه؟ سفاحين؟ مخلفة سفاحين؟ مخلفة سفاحين؟ كمان بتستعد بعدد من الأعمال للعام الجديد ورمضان 2021. مساق الخير يا أختي. بقولك إيه يا حبيبتي، أنا مش هشتري منك أي حاجة تاني، عشان قشرت البطاطس بتاعت المرة اللي فاتت طلعت تلمة. خلوني أرحب بضيفتي العزيزة الفنانة القديرة الأستاذة سلوى عثمان. برحب بيكي وكل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة يا حبيبتي، ويا رب سنة جديدة سعيدة عليكو وعلى قناة المحور وعلى كل الناس في مصر وعلى كل الناس في الدنيا كلها. يا رب تبقى سنة حلوة، وإحنا حبينا نبدأ بالناس الحلوة عشان تبقى سنة حلوة. يا رب. فقلنا نشوف كل الحاجات الحلوه في بدايه 2021. انت الحلوه يا قمر، ربنا يخليك. 2021 تاريخ فني طويل، عملتي اعمال دراميه كتيره، الحقيقه دخلتي كل البيوت المصريه وكل الناس حبتك الحمد لله. طيب اكتر عمل غالي على قلبك لو قلنا يعني لو وقفتي بقى في 2021 وقعدتي مع نفسك كده وذكرياتك جابتك لأغلى عمل عندك؟
ما ينفعش اقول عمل واحد لانه طبعا انا كنت زمان لما كانوا الممثلين يقعدوا يقولوا كلهم اولادي والحاجات أيوة دي في الاعمال أيوة. كنت بقعد اقول ايه ده، لا هو هم كانوا صح على فكره. يعني في حاجات كتير قوي لما بتعمليها، اولا انا الحمد لله يعني ببقى مقتنعه بالشغل اللي انا هعمله وانا داخلاه. ايوه فبس طبعا بتبقى في شويه حاجات يعني اقرب من حاجات تانية. لكن كلهم غاليين عليا، يعني مثلا فيلم ملف في الاداب ده غالي عليا جدا، كنت اول مره اعمل سينما، وكان طبعا مع استاذ عاطف الطيب الله يرحمه، استاذه مديحه كامل، واستاذ فريد شوقي، ناس كلهم، عمالقه احمد بدير، كل الناس دي، صلاح السعداني، واقول الباقي بقى ألفت امام وشوقي شامخ. المهم يعني انه انا كان معايا عمالقه في الفيلم ده، وكانت بدايه بالنسبه لي كانت حلوه قوي. طبعا ده عمل غالي عليا. في كمان البشاير، في بعد كده كل الحاجات اللي عملتها حلوه، بس ايه جيت بقى بعد كده على يعني حاسه ان في بدايه جديده حصلت لي من ابتداء من سجن النساء. وبعدين بعديها بقى افراح القبه، بعد كده كان ايوب، إيه بعد كده البدايه الجديده اللي كانت موجوده في سجن النساء مع نيللي كريم. بصي هو انا ايه يعني كانت اول مره في حياتي اعمل دور سجانه، واول مره في حياتي يقولوا لي هتطلعي من غير مكياج، كنت عايزه اموت نفسي. المهم ايه جيت يعني كل الحكايه ان احنا نحط شويه رجاجو كده بتاع كامله ابو ذكري ما بتحبش شفناكي طبعا عشان خاطر الدور وكده. فلقيت مره نانسي عبد الفتاح مصوره صوره المفروض احطها في البيت عندي وكده، قلت والله الحكايه مش وحشه للدرجات دي يعني، وحتى من غير مكياج شكل شيء ظريف يعني. المهم سجن النساء كان اول مره اعمل سجانه، وكنت طبعا اول مره اشتغل مع استاذه كامله ابو ذكري. وانا عايزه اقول انه المخرج والمؤلف او الاخراج والسيناريو والحوار والكلام ده مهمين قوي قوي للفنان، عشان خاطر يعني يبين الحاجات اللي عنده. ايوه فساعتها عملت الدور معاها، وبعدين اكتشفت كنت ساعتها ما عنديش فيسبوك، فاكتشفت ان هي بتقولي انت شايفه الناس بيتكلموا بيقولوا عليكي ايه في الفيسبوك؟ قلت لها انا ما عنديش اصلا، قالت لي لا معلش اعملي بقى فيسبوك وشوفي بيقولوا عليكي ايه. ايوه ففرحت قوي انه وعملتي الفيسبوك وشفت عملت يعني اتبسطت قوي قوي من الحكايه دي. وبعدين يعني حسيت ان انا يعني الواحد بيبقى سعيد لما يحس ان رد فعل الناس بيبقى حلو على الشغل اللي هو عامله لهم. طيب هل في عمل فني مش هطلب ذكر اسمه، عمل فني عملتيه بس بعد ما عملتيه قلتي لا انا مش هعمل النوعيه دي تاني من الاعمال الفنيه؟ انا متهيألي الناس حفظت، انا ما اتبسطتش في شغلي في العطار وسبع بنات. ما حبيتوش يعني، ما حسيتش انه دور له قيمه، وكان لسه المسلسل بيتكتب وبتيجي حلقات، حتى الحلقات اللي جت فيها حاجات كتير ما اتعملتش. فحسيت ان هو انا كنت غلطانه ان انا وافقت عليه. دي اكتر حاجة انا مش حباها، بس بعد كده الحمد لله في حاجات كتير بتيجي بترضيكي بقى، يعني مثلا افراح القبة، في ايوب، في واخيرا بس العمل يعني مع النجم نور الشريف في هذا العمل الفني اللي حضرتك قلتيه العطار والسبع بنات، معوضكيش شوية عن ان الدور مش عاجبك؟ لا ان وجود نور الشريف يعني ما هو ملوش علاقة، يعني انا ما اعمل مع نور الشريف دور وحش، هو ده هيضيف لا يعني وجوده في العمل الفني او ان هو كان فيه فايده ليهم هم كلهم، لكن تمام. ما كانش لكن بالنسبه لك لا انا بالنسبه لي كان ضرر، ما كانش فايده يعني. في ناس كتير قابلتني، انا نفسي كنت متضايقه بعد ما شفت الحكايه دي، وبعدين ناس كتير كمان علمتني ان انا عملت الدور. طبعا من المشاهد القويه مشهد حضرتك في مسلسل البرنس، هنشوفه دلوقتي على الشاشة، بس طبعا كلنا اتأثرنا بهذا المشهد، وانتي بتزعقي بقى للأولاد وان هم مش اخوات، والنقاد يعني اغلبهم اعتبروه انه من اجمل او من اقوى المشاهد في 2020. الحمد لله. نشوفه معنا؟ اوكي نشوف المشهد. يا ما قلتلك يا ما قلتلك قلتلك ما تمشيش ورا فتحي هيخرب حياتك، وانت ما سمعتنيش ما سمعتنيش يا خالتي يا سميحه في عيالك اللي خلاص كلهم راحوا في داهيه. لو فتحت
فتحتيش بقك ياما ما حدش هيروح في داهيه. انت بقى اللي في ايدك الحوار ده، هتفضلي تهللي كده هتوطينا، لسانك دخل بقك هتنجينا. شوف انت بقى عايزه ايه فيه. عايزه ربنا ياخدكم يا اخي، عايزه ربنا ياخدكم كلكم. انتوا فاكرين ايه؟ فاكرين ان الحكومه مش هتعرف تجيبكم؟ ولا فاكرين ان مش هيعرفوا ان انتوا اللي عملتوها؟ مشهد قوي جدا، ويعني انا وانا بتفرج اتوجعت جدا وانا بتفرج عليه، وتاثرت بطريقه حضرتك وتمثيلك وادائك والكلام اللي بيتقال. قولي لي بقى، احكي لنا كواليس هذا المشهد. طبعا الكلام اللي كاتبه استاذ سامي، استاذ محمد سامي، كلام يعني لازم هيتقال بالإحساس اللي حصل ده. لأنه الكلام قوي، والكلام بيعبر عن الموقف بشكل كبير جدا يعني. وطبعا المخرج برضو هو أستاذ محمد سامي. فيعني المخرج والمؤلف هم حاجة واحدة، وهو اللي حاسس بالكلام اللي هو كاتبه، وعايز الممثل بتاعه بقى اللي هو المفروض الممثل ده أداة للتوصيل للجمهور. فكان عايز المشهد حاجة حقيقية يعني. أنا يعني قعدت كده، عارفة أنا في المشاهد دي ما بتكلمش مع حد، ما بحبش، لأنه لما بتكلم بقى ونهزر ونتكلم وبتاع، ممكن كل الحاجات اللي جواكي تروح تبرد. أيوه. فأنا ببقى كده لوحدي وبقعد أحضر لي على أساس أن أنا. المشهد ده حضرتي له قبلها بقد إيه؟ يعني قعدتي له بقى شوية وأنا تتقمصي بقى وأنا الإحساس اللي داخلة بيه؟ ما أنا في الأول طبعا بقعد يعني افكر قوي فيه، واحاول اشوف سميحه دي هتعمل ايه. وبعدين لما بخش جوه بقى طبعا ببقى مشحونه، احساساتي مشحونه جوايا، وبخش بقى المشهد الدنيا بتجيب بعضها كمان. حضرتك عملتي المشهد ده مره واحده ولا اخدتوه اكتر من مره؟ لا، ما اخدناهوش اكتر من مره. هما في كان بس كان صعب قوي لو اخدتيه اكتر من مره. ما ينفعش بالاداء ده، صعب مش كده؟ لا، صعب مش تحضري كده كمان يعني، هيروح هيهبط الاداء بالظبط. فلا يعني هو طبعا انا كنت هحاول، حتى لو هنعمله كذا مره كنت هحاول ان انا يعني اخليه زي ما طلع كده. ايوه، بس برضو انه يطلع كده من قلبك على طول مره واحده، وبعدين مشهد طويل مش قصير. واخد 6 دقايق اعتقد. طويل علشان الاداء اللي فيه والاحساس اللي فيه. انا في ناس قالت لي احنا ما كنا خايفين عليك لا يجرى لك حاجه. ايوه، لا بس انا كنت عارفه يعني، انا خلاص دخلت جوه الحكايه وهي دخلت دماغي، ومش ناويه طبعا اطلع غير لما اخلص المشهد. بس هم يعني في الاول احنا خدنا اول لقطه اللي انا داخله بقول لها انتوا اللي عملتوه يا عبير. دي واحده. بعد كده جهزوا الكاميرات ودخلنا بقى كملنا الحته الثانيه على طول. طيب المشهد ده انا متخيله ان انت حضرتك يعني روحتي نمتي يومين مثلا عشان تخرجي من الاداء اللي انت كنت فيه والتنشنه والنرفزه. حالتك كانت عامله ازاي او خرجتي منه بعدها بقد ايه؟ لا هو بصي، هو انا بعديه على طول حسيت ان انا ضغطي عالي. ايوه اكيد. وصدعت كده شويه بس. يعني مش لدرجه ايام ولا يعني على دخلت بقى الاوضه بتاعتي اللي هو الكرفان بتاعنا اللي بنبقى قاعدين فيه، اخدت بقى شويه ينسون. هديت شويه، مش عارفه شربت ميه حاجات كده، ولغايه ما هديت. بس يعني اصلا ما بحبش الزعل كتير قوي على فكره، يعني على قد ما انت شايفاني كل المسلسلات اللي بعملها فيها زعل وعياط وكده، بس انا مش بحب الزعل ومش بحب الحزن قوي يعني. بس الادوار اللي حضرتك عملتيها دايما بنلاقي ان كل مسلسل بيبقى فيه مشهد اللي هو قوي، بيسموه ماستر سين. ايوه. يعني مشهد اداؤه صعب، وبتضربي بنتك مثلا، بتزعقي، مش عارف يعني، بيبقى فيه في كل مسلسلات انفعال. حضرتك زي ماستر سين وانفعال، فده معروف عنك يعني. بصي هو المشهد بيبقى مكتوب، وانا يعني لازم انفذ المشهد المكتوب. أيوه. وانفذه يبقى حقيقي، ما تحسيش ان هو يعني. برضو كان قبل كده مشهد في المطبخ في ايوب، لما كان ابني عايز يطرد بنت اخويا وكده، اللي هي كانت ايتن عامر، عشان عملت حاجات وحشه وبتاع. فقلت له لا، يعني هي دلوقتي مالهاش غيرنا، وجوزها طردها وضربها، يعني هتروح فين؟ ازاي نرمي لحمنا في الشارع؟ ايوه. فده وبعدين مصمم هو، قلت له لا يعني لازم تبقى موجوده، وانا هنا الكبيره في البيت، وانا اللي بقول تقعد وكده. وحتى معاها هي قلت لها لا، انت اوعي تفتكري ان انا تضحكي عليا بالكلمتين اللي عملتيهم،
يعني المهم ان هي ست ليها شخصيه وليها وجود. أيوة. وست فاهمه هي بتعمل لا ايه. لا وبتطلعي ست مصريه مصريه صميمه يعني. اه ما هو ولازم تعملي ده صح. لو عملته مش صح يعني ما اعتقدش ان حد هيتاثر بيه خالص. ايوه فطبعا لازم تبقي مركزه في الكلام وفي الحركه وفي كلام اللي قدامك كمان. يعني المشهد بتاع البرنس كان هما بيتكلموا كمان فلازم اديلهم هم فرصه. ان يعني المساله ما تبقاش صريخ شغال عمال على بطال. لازم هما ياخدوا فرصه يقولوا كلامهم وعشان لانه كلامهم له الرد عندي. ايوه فلازم الكلام والرد يبقوا باينين الاثنين مش حاجه سايحه على بعضها. فالحمد لله ان انا ربنا قدرني يعني وعملت المشهد كده. سعيده قوي قوي ان الناس حبيته للدرجه دي يعني. احنا حبينا طبعا المشهد وحبينا المسلسل كله. والحقيقه كان عارفه بتتفرجي على حاجه انت مش زهقانه. انا مستنيه بكره عشان اشوفك واشوف المسلسل واتابع الاحداث. ما كانش في تطويل ولا زهق. لا بعد كده الناس زعلت مني عشان حرقت التليفون بتاع محمد رمضان. ايوه دي كانت حركه قويه. ما هو بصي ما هي يعني هو احنا كان في مشهد كوبري يوصل لحكايه حرق التليفون دي. أيوة. يعني احنا ما صدمناهمش مره واحده انه من المشهد ده المشهد الحرق التليفون. في مشهد انا وناجيه بنكلم بعض في البلكونه. وبعدين بتقولي انا خايفه لا يكونوا اولادنا اللي عملوها. فقلت لها لا الله اكبر عليهم ده كلهم عملوها حد. أيوة. من اولادنا. قلت لها لا ده كلهم. المهم وقعدنا نتكلم بتاع في الاخر قالت لي طب هنعمل ايه. قلت لها مش هنعمل حاجه. دول عيالنا في الاخر ما يعني. وبرده في مشهد بيني وبين بنتي. اللي هي نورة اللي هي عاملاها كتريم سامي. أيوة. برده بقول لها ان انا ما اقدرش اشوفهم متعلقين في حبل المشنقه. أيوة. وبعدين كمان كنت خايفه لانه فتحي يعني كان اللي هو احمد زاهر اللي عامله احمد زاهر. أيوة. كان صعب جدا كان ممكن يقتل اخواته ما عندوش مشكله. بالظبط. طبعا كنت خايفه كمان على الابرياء اللي ما عملوش حاجه. اللي هي نورة واحمد داش. ريم سامي واحمد داش. ايوه دول ولادي برضو خايفه عليهم. اكتر كمان من المجرمين دول. ابرياء ما عملوش حاجه. فكان عندها الست دي مبرر ام في النهايه. اكيد عندها مبرر ان هي توصل لحاله انها ما تبقى معاهم غصب عنها. من البرنس للمال والبنون نشوف المشهد ونرجع نفتكر ذكرياتك ونتكلم شويه عن الوالد. مهم قوي ان احنا نتكلم عنه. ايش حبيبتي؟ قال لي ان الفلوس اللي عند الحاج دي لينا فيها النص. وانت وافقتي؟ وقعدت احلم ليل ونهار بالفيلا والعربيه والمحل اقولها كله لاولادي. وكل ما يتاخر بره اقول الله يكون في عونك يا منى. متلف وتعبان اطرش بايع نفسه ويا ريتني حتى خدت نصيبي من البيع. النهارده واحنا قاعدين هنا وبتفتكري هذا المشهد ذكرياتك ايه عنه؟ يعني وقوفك كمان قدام الفنان عبد الله غيث اكيد اضاف لحضرتك كتير. طبعا استاذ عبد الله غيث عملاق الله يرحمه ويحسن اليه. يعني لما تبقي بتمثلي على فكره برضو الشغل بيبقى هات وخد. اكيد وخصوصا المشاهد اللي هي حساسه واللي هي مهمه واللي هي ماستر سين والكلام ده كله. لو ما كانش اللي حواليكي برضو كلهم كويسين ده يعني بيبقى في شويه صعوبه يعني. لكن لما بتبقوا انتوا كلكم واخدين مع بعض نفس الاحساس والرد الفعل والكلام ده كله. طبعا استاذ عبد الله غيث كل الاحساس وكل العبقريه وراجل عملاق في شغله يعني. فكنت ببقى سعيده جدا ان انا بشتغل قدام عملاق زي ده. اكيد بيبقى اضافه لحضرتك. اكيد بتخرجي من الدور مستفيده شيء. ما انت يعني ما هو احنا بنتعلم ازاي؟ بنتعلم من خلال تجاربنا وشغلنا. أيوة. وشغلنا مع الناس اللي هم سبقونا وكان يعني كانوا ناس عمالقه فعلا. فده بيخليكي تتعلمي وخليكي تاخدي ثقه في نفسك ان انت لسه واحده بادئه بقالها شويه صغيرين. أيوة. تبقى واقفه قدام عملاق زي ده وان هو بعد ما نخلص المشهد يقول لي برافو عليكي. فده بيديكي قوه اكتر بيديكي ثقه في نفسك اكتر. بيخليكي تحسي ان انت ماشيه صح. مش بتعملي مش داخله عشان خاطر عايزه تبقي مشهوره ولا معروفه ولا عشان. أيوة. لا انت داخله عشان عايزه الجزئيه دي اللي هو الفن نفسه. كتير من المخرجين سمعنا ان هم بيقولوا على حضرتك دايما وش الخير. يعني الكلمه دي متكرره في اماكن كتيره او ادوار كتيره.
فايه بقى السر ان انت وش الخير على ده حاجه بتاعت الاعمال الدراميه؟ لا يا رب اكون دايما وش خير يعني وكل عمل. هل ادائك الناجح مثلا ملفت للنظر فبيتشاف قوي فبتبقي وش خير انه الحمد لله يعني برضو الحكايه دي فيها حاجه بتاعت ربنا يعني مش بس انا ببقى داخله حابه العمل وحابه الناس وبعدين خلي بالك برضو انت معاكي ناس فطاحل في العمل. أيه. مش ناس يعني احمد زاهر كان مثلا في البرنس وروجينا ومحمد رمضان طبعا محمد رمضان. أيه. ما كانش عنده انانيه في انه سايب الناس كلها واخده حقها واخده حظها من الشغل. فكان في ناس كتير ادوار محمد علاء كل الناس كانوا حلوين ما شاء الله يعني ما فيش حد فيهم مش حلو. أي. فطبعا العمل بيبقى بالناس كلها كمان. بس مثلا ممكن انت عشان حابة الحاجة وبتعمليها بقلب حلو فممكن يكون ده السبب حلو كده يعني. طيب لو احنا اتكلمنا عن الوالد الفنان عثمان محمد علي، هل هو ساعد حضرتك في دخول الفن او انت دخلتي الفن تاثرا بيه ولا الموضوع ما كانش له علاقه؟ بصي هو انا طبعا واخده منه اكيد ورثه منه حب الفن. أيوة. ده اكيد يعني. وكانت امي برضو الله يرحمها كانوا هما الاثنين متجوزين من معهد الفنون المسرحيه. يعني كانوا هما الاثنين طلبه في معهد الفنون المسرحيه وتجوزوا من هناك يعني. فانت عارفه لما يكونوا الاثنين بقى الام والاب الاثنين غاويين تمثيل وحاجات كده فاكيد لازم بيطلع الابناء فيهم الحته الفنيه دي يعني. ايوه. ف يعني بس الحمد لله بابا ما كانش فيه عنده اعتراضات ان انا اشتغل ولا كده. اصل في ناس تبقى خايفه على اولادها من تعب المهنه وان خايفه مثلا ممكن الفنان ده يخش يمثل يبقى فاكر نفسه هيعمل حاجه كبيره ما يعملش مش عارفه ايه يعني خايفين عليه من الاحباطات من المجهود. احنا برضو بنعمل مجهود جامد جدا على فكره في شغلنا طبعا يعني طبعا. يعني تبصي تلاقي نفسك يومك اتقلب وتفضلي بالليل تشتغلي وتصحي والصبح نايم يعني مفيش على حسب ما بتخلصي شغلك. ففي ناس بتبقى خايفه على اولادها من حاجه زي كده يعني وخايفه كمان ان هم مثلا يحبطوا لو ما وصلوش للي هم عايزينه. طب هو وصاكي بحاجه لما عرف ان انت داخله الوسط الفني؟ هل كان له وصايا معينة أو نصائح؟ لا هو بابا من غير نصائح أنا خدت منه يعني الهواية بتاعت الفن. وبعدين وإحنا صغيرين كنت صغيرة قوي كان بياخدني هو كان موجه أول تربية مسرحية. أيوه. وكنت بعمل معاه حاجة في جامعة شبان المسلمين. كان هو بيعمل ده للمدارس يعني إعدادي وثانوي وابتدائي والحاجات دي ففي حفلات فدخلت معاهم كده كطفلة معاهم يعني. فالمهم يعني انه يعني خلاص انت بتبقي ورثة منه الحتة دي. بس هو طبعا هو راجل ملتزم جدا في شغله وفي مواعيده وفي حبه لفنه فأكيد الحاجات دي كلها انا خدتها منه يعني. أكيد. نشوف مشهد من مسلسل بتحبيه واحنا كمان حبيناه سوبر هيرو. سوبر ميرو. نشوف. عوض عليا عوض الصابرين يا رب. ايه يا واد اللي انت عامله في روحك ده؟ وايه دخله ناديه لطفي اللي انت داخل بيها عليا دي؟ ومين دي؟ وايه موضوع الجواز اللي بتتكلم عنه؟ دي هوشي عروسه يابانيه وجايه تطلب ايدي. عروسه يابانيه؟ دي مش بني ادمه يعني، ده اختراع من اختراعاتك مش كده؟ اختراع ايه يا ماما؟ بني ادمه هي لحم ودم وبتفهم في الاصول كمان، دخلت البيت من بابه. وهي الاصول ان هي اللي تتقدم لك ولا انت اللي تتقدم لها؟ التقاليد عندهم كده يا ماما، العروسه هي اللي بتقدم العريس. انت رحت توكوشيمو قبل كده؟ لو النبي يا ابني ولا حتى رحت سيتي ستارز. بصي بكيتينا وضحكتينا كمان، ايهما اصعب؟ بصي الكوميديا يعني ان ما كانتش تتعمل حلو قوي تخوف او انك ما كانش انت عندك استعداد جواكي او في مثلا حس كوميدي موجود او ان دمك يبقى خفيف. الحاجات دي كلها يعني بتبقى ان ما عملتيش الحاجات دي وما كانش الكوميديا موقف ممكن تطلع مش لطيفه. لكن الكوميديا الموقف وانت تاديه الموقف الكوميدي ده هو موقف كوميدي اصلا. أيوه. وانت بتاديه وعندك الحس الكوميدي موجود بيطلع حلو بالظبط لانه يعني في حد ممكن
يقدم كوميديا بس انا ما اضحكش او ممكن يعني فدي تبقى صعبه عليا قوي لو حد قال لي انت رخمه يعني. لا 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 يعني احنا شفنا هو موقف او مشهد في مسلسل سوبر ميرو بس يعني لا اللي هو ضحكتينا يعني عارفه اللي هو عملتيه بخفه دم. الحمد لله. ما هو بقول لك انا ببقى دايما وانا داخله عمل كوميدي ببقى عامله حسابه قوي. ايوه. عشان خاطر ايه ده لازم يبقى الواحد دمه خفيف او ان هو الناس تتقبله ويحسوا ان هو يعني خفيف على قلبهم. والا ما عملوش ابدا. طيب يعني انا عايزه اسال التصوير في ظروف الكورونا. السؤال ده انا حبيت بس اتخيل مع حضرتك انتوا بتعملوا ايه؟ يعني احنا هنا في الاستوديو العمل فردي. فانا جاي تباعد. ايوه وجايه لوحدي وقاعده على الترابيزه والساده المصورين في اخر الاستوديو. بنخرج من هنا هنلبس الكمامه تاني وحاجات كده. لكن عندكم العمل جماعي. ما ينفعش. تلبسي طبعا مش معقوله تمثلي بالكمامه طبعا. بس بقى يعني بنقول ربنا يستر. ما هو في الاخر والاول الاول والاخر ربنا هو اللي بيبقى واقف جنب الواحد. وهو اللي يعني في ابتلاء ببلاء زي ده. أيوه. او وباء زي ده. فان شاء الله ربنا بيبقى برضو جنب البني ادم مع شويه حرص برضو. يعني مش لازم تفضلي طول الوقت بقى اللي هو مثلا لو عملتي شوت وفي قدامك لسه شوت تاني تلبسي بقى كمامه وتبعدي شويه والحاجات دي. ايوه. بنحاول ناخد بالنا قد ما نقدر بس طبعا احنا غصب عننا ما نقدرش نحط الكمامه 24 ساعه. الشغل ازاي هيتم يعني؟ في عمل او شخصيه حضرتك تحبي تجسديها مع دخول 2021 لسه ما تعرضتش عليكي لغايه دلوقتي؟ شخصيه معينه ما تعرضتش يعني حضرتك عملتي ادوار كتيره طبعا. بس هل في حاجه لسه ما جاتلكيش او دور معين؟ لا هو بصي انا نفسي اعمل سينما. بس اعمل اخش سينما في بفيلم كبير يعني يبقى فيه حتى لو كنت جزء صغير منه بس ايه يعني جزء مهم موجود. فنفسي اعمل يعني نفسي اعمل سينما بس مش مجرد اني اعمل سينما لازم اعمل حاجه ابص الاقيها برضو ايه تبقى بالنسبه لي حاجه حلوه حاجه بتضيف لي. فبتمنى ده ان شاء الله يا ريت يحصل في 2021. في الفتره الاخيره ظهر اعمال وطنيه كتير على الشاشه حضرتك بتشوفيها ازاي؟ زي الاختيار والممر دي حاجات مهمة جدا. أنا بشوفها مهمة جدا 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 لأنه يعني أنا رحت الممر اتفرجت عليه في السينما. بقيت قاعدة منفعلة وبقيت قاعدة يعني عارفة بتثير حماسك وبتشعل الوطنية بتاعتك ولازم يبقى يعني الحاجات دي الولاد كمان الصغيرين احنا الحمد لله يعني عندنا الانتماء موجود وكده. الولاد الصغيرين كمان لازم يتربوا على الانتماء للبلد. ايوه. فالحاجات دي بتوريهم قد ايه الجيش ده يعني بعد ربنا يعني ربنا ثم الجيش بتاعنا ورئيسنا والقيادات بتاعتنا قد ايه هي بتتحمل حاجات عشان خاطر احنا نبقى عايشين في امان وعايشين سعداء ونقدر نعيش يعني. فهم يعني حتى لو احنا عندنا شويه حاجات ممكن مثلا الواحد اي حد في الدنيا ممكن يبقى عنده حاجات تضايقه بتاع مش قد اللي هم التضحيه اللي هم بيعملوها. مش قد انه واحد واقف على الجبهة في لحظة في اي لحظة ممكن يموت. فلازم يعني احساس بالانتماء ده من خلال الافلام دي يتوجد جوه الشباب الصغير كمان. ده مهم قوي قوي. انا بشوفها حاجات مهمة وبتوثق كمان تاريخ وبتوثق قد ايه الناس دي بتضحي بنفسها وبتعرفنا حاجات كتير يعني. ايوه يعني احنا اكيد في انتظار حضرتك في دور ام شهيد لانه اكيد هيعيط. مش كده لا ما انا بقول لك يعني عارفه هتاديه انا متاكده ربنا يستر بقوه. طب اللي جاي ايه استاذه سلوى؟ يعني احنا رمضان اللي فات كنا بنفطر ونقعد بقى نستناكي. اللي جاي ان شاء الله في حاجه رمضان ان شاء الله باذن ربنا. هو دلوقتي في لؤلؤ بيتعرض. لؤلؤ. ايوه. يعني امبارح كانت الحلقه الثانيه. كانت بترجع هي بذاكرتها بقى لورا وبتفتكر امها والبنوته الصغيره بقى معايا يعني لؤلؤ وهي صغيره.
فدي كان امبارح الحلقه الثانيه، والحمد لله بيقولوا الحلقه الثانيه عامله ترند. حد كلمني يعني في التليفون وقال لي الحلقه الثانيه عامله ترند. فالمسلسل اولا طبعا مي عمر عامله شغل حلو جدا. وبعدين يعني عارفه عليها مجهود كبير، لان هي اكبر مساحه موجوده في المسلسل، والمسلسل باسمها، فطبعا عامله مجهود كبير قوي قوي الحقيقه، وعامله شغل حلو جدا. ويعني المسلسل فيه كمان احداث، فيه حاجات حلوه، وفي ممثلين كلهم جامدين جدا. احمد زاهر، نرمين الفقي، هدي كرم، نجلاء بدر، ادوار، عماد زياده، وفي الوجه الجديد هدير عبد الناصر. يعني في مجموعه حلوه، وحمدي هيكل، وفي ناس كتير قوي قوي، ومليء بالاحداث. فيا ريت الناس تتابعوا. الناس اكيد بدام واخد الحلقه الثانيه واخده ترند، اكيد الناس هتكمل، كلنا هنتابعه. مسلسل حلو قوي، وطبعا هو اخراج استاذ محمد عبد السلام، والاشراف العام الاستاذ محمد سامي. وطبعا سينرجي. والحمد لله انه عامل صدى جميل، ويا رب كده على طول. طيب احب اخد راي حضرتك في حاجه، يعني احنا بنشوفها ويمكن بنزعل عشانها، بعض الفنانين الكبار اللي قاعدين في المنازل لغايه النهارده، او اللي ما بيتعرضش عليهم اعمال فنيه. حضرتك شايفه ده سببه ايه؟ هل الشباب مش مديهم فرصه، ولا المنتجين خلاص مش عايزينهم، او المخرجين؟ مش عارفه، يمكن مثلا ساعات بيبقى ما فيش، انت عارفه الدور بينادي صاحبه. أيوة. زي ما بيقولوا. أيوة. ممكن يكون في ادوار مثلا لسه يعني حاجه بتاعت سنهم او كده، جايز يكون ما فيش حاجه عدت قوي كده يعني. فممكن يكون ده سبب يعني من الاسباب. ممكن يكون في ناس، في بعض الناس هم مش عايزين برضو يشتغلوا مثلا، عايزين يرتاحوا وبتاع. لكن بس عايز اقول لحضرتك ان هم اتكلموا وقالوا ان هم متضايقين، او بعضهم اتكلم وقال ان هم متضايقين من قعده البيت، وان هم منتظرين اي عمل فني، لانه ده بيديهم برضو تفاؤل في الحياة. أكيد يعني الحياة ما خلصتش. أكيد طبعا. بصي، هو يعني مثلا في مسلسل ضربة معلم برضو بيتعرض دلوقتي، في أستاذة إنعام سالوسة كانت خايفة جدا من الكورونا ومش عايزة تنزل. أيوة. يعني وحتى ساعات كنا نقعد نهزر معاها واجري عليها عشان ابوسها وبتاع، فتتخض مني تقول لي ايه بعدي. فيعني في ساعات حد كده، وفي ساعات ناس تانية ممكن ما جاش لسه حاجه، يعني في اهو ادوار لناس كبار مثلا او كده. ففي الاخر الاستاذه انعام جت يعني واشتغلت. الله اعلم بقى، في تبقى ساعات حاجات في الكتابه نفسها، مش يعني حتى لو بعتوا لهم ممكن يكون الدور يحس ان هو مش قيمته ان هو يعمله. يعني انا فاكره كان في مسلسل بنعمله عرضوا على بابا دور، فما رضيش يعمله. هو اللي ما رضيش، قال لهم لا الدور صغير عليا وبتاع وكده، وما رضيش يعمله، لانه برضه عايز لما ينزل بحاجه ينزل بحاجه كويسه يعني. فممكن يكون الادوار اللي بتتعرض عليهم، او النوعيه السن اللي بيتعمل له الدور ده، مش مهتمين بيه قوي في الكتابه، ففي ناس ساعات بترفض انها تاخد حاجه مش عاجباها يعني. هل في بعض الفنانات بترفض ان هي تعمل دور الام او دور الجده، او ان هي بصي دي اولا لو في حد لا متهيألي ما فيش حد من الكبار يعني هيرفض حاجه زي كده. بس حتى اللي بيرفض ليه يعني؟ ما هو احنا كلنا اولا كل الناس معروف سنها بالتقريب على الاقل. أيوة. يعني سيبك من الحقيقه بالتقريب الناس بتبقى عارفه سن الناس، وعارفه ده طلع امتى وبقاله قد ايه ومش عارفه ايه والكلام. صحيح. ده فيعني انا مثلا في مسلسل الزيبق كنت طالعه جده. ايوه. اللي هو ابني كريم عبد العزيز، ومخلف ولد صغنون كده اهوت، يعني هو لسه كان متجوز جديد وابنه صغير كده اهوت، فيعني كده انا جده، ايه المشكله في كده يعني؟ وبعدين ما ممكن ست تبقى صغيره جدا وجوزها صغير قوي، ولما كبرت انا اعرف ناس كده في عيله جوزي. أيوة. ستات صغيرين وبنتها مثلا متجوزه وعندها بنتين او ثلاث ولاد، او يعني وهي شكلها صغير وبنتها صغيره والعيال صغيرين، يعني الدنيا كده فيها حاجات كتير يعني، مش شرط انه كده تبقى الست دي كبرت وخلاص ما لهاش لازمه، ولا ازاي انا ما كبرتش كده، ما الحاجات دي كلها يعني احنا بناخد حاجات من الواقع. يعني انا باخد مسلسل
معمول يعني في منه نماذج كتير في الواقع. أيوة. وانا لازم اعملها. وقبل ومره تانية ابقى ام بس، ما فيش جده، ما فيش عيال صغيره، الابناء ما اتجوزوش، او بنتي في جامعه او ثانوي، يعني مش شرط حاجه معينه، بس أيوة. احنا بناخد الواقع وبنعمله. مين من اصدقاء الفنانه سلوى عثمان في الوسط الفني، مين مقربين ليكي؟ بصي انا يعني بحب جدا، بس احنا يعني مش دايما مع بعض او كده، بس اكيد ظروف العمل والدنيا يعني مثلا تلاهي يعني. انا بعشق منى زكي واحمد حلمي. أيوة. اشتغلت مع منى طبعا في افراح القبه، واشتغلت مع احمد حلمي. بعشق الهام شاهين. يعني دي فنانه بجد يعني، على فكره ومن اوائل الناس اللي كلموني عشان يباركولي على المشهد بتاع البرنس. هي الهام روحها حلوه وحبوبه، لا وهي بتحب الناس كلها، ولا مش كده كمان، هي كمان فنانه حساسه. يعني هي برضو لو عملت مشهد زي ده هتعمله بمنتهى العبقريه طبعا يعني. فهي حاسه يعني. هي حاسه بادائك قدام. حاسه لان هي لما تعمله هتعمله ممكن تعمله احلى كمان يعني. أيوة. فيعني الهام شاهين من الممثلات اللي عندهم الحس عالي قوي قوي قوي. وهي مرهفه الحس جدا وجدعه جدا، انا بحبها قوي بصراحه. وطبعا يعني كلهم زملائي وبحبهم وكتير جدا الحقيقه هنوني في الموضوع المشهد ده، وانا يعني بشكرهم جدا، وبشكر كمان الجمهور اللي حب المشهد يعني. طبعا نشوف مع حضرتك مشهد من سجن النساء. اتفضلي. مشهد مهم ونرجع تاني. انا لا بصدق ولا بكذب، واذا كنت انا بره في مكان امك الله يرحمها، فانا هنا سجانه مش قاضي. كل شغلتي يا حبيبتي ان انا احافظ عليكي لحد ما تخرجي هنا بالسلامه. تخرجي بقى النهارده، تخرجي بعد سنه، المهم طول ما انت موجوده هنا تبقي كويسه. ولا انت نسيتي اللي اتعلمتيه هنا ولا ايه؟ بعدين جرى ايه؟ ما تجمدي بقى امال، ما انت اشتغلتي معانا وعارفه وشفتي على قد ما شفتي. طبعا حضرتك طالعه في هذا الدور بدون مكياج، يعني بتمثلي دور السجانة بالظبط. كان ممكن تقتلنا لو حطينا مكياج. هو يعني كان عايزكم تجسدوا الدور بالظبط. أيوة. وتتقمصوا شخصية السجانة يعني. بالظبط. وبالفعل لأنه كمان من غير مكياج هيطلع وشك وتعبيراته أصدق. يعني أصدق يعني يبقى قريبة، تبقى يعني الجمهور يحس بيكي بوشك نفسه. وهو بيتكلم أكتر من لو في مكياج. بالزبط. لا المكياج ممكن يفصله في حالة زي دي. صحيح. يفصل الجمهور عنك. طيب قولي لي المشهد اللي احنا شفناه دلوقتي، تفتكري ايه كواليسه؟ بصي احنا كنا عاملين ديكور بتاع السجن. يعني كان بالظبط زي السجن الحقيقي. كان في الارض بتاعت العدليه. في شبرمنت تقريبا. المهم يعني انه احنا كنا حاسين ان احنا قاعدين مع بعض، مش بنمثل، احنا اسره. احنا يعني اهل، احنا يعني عارفه، لان قعدنا كتير قوي قوي في الشغل بتاع السجن، ورحنا السجن الاصلي هناك في القناطر، بس ما رحناش كتير. الاكتر حاجه اشتغلنا فيها كان العنابر اللي مبنيه والسجن والحاجات دي اللي في الارض. فكنا كلنا دايما مع بعض، لان كان كله دايما يبقى موجود لازم. علشان في مشاهد فيها دول، في مشاهد ما فيهاش دول. لكن كله متواجد. نقعد مثلا في الكواليس بقى يعني بره الشغل، بنقعد نتغدى كلنا سوا، بنقعد يعني كنا عاملين زي ما يكون بيت واسره وكده. عشنا هناك. احنا بنستمتع بجد بكل ادوار حضرتك، وفعلا بتختاريها بعنايه، او الدور اللي بيختارك بقى. وهو والله الدور اللي بيختارك عليك كده. بس يعني بس انا برضو ايه يعني، لا هو الغلطه الوحيده في حياتي اللي عملتها هي العطار والسبع بنات. دي الغلطه الوحيده في حياتي، بس بقيت الشغل انا حباه كله الحمد لله يعني. الحمد لله. طيب يعني واحنا بنختم 20، خلاص 20 وداخلين على 2021، ايه اللي حضرتك تتمني ما تشوفيهوش في 2021 في الفن؟ يعني في مشكلة معينة مثلا تحبيش تشوفيها تاني خلاص في 2021 تنتهي من على الساحة الفنية؟ بصي هو طبعا يعني بمناسبة الكلام اللي حضرتك قلتيه من شوية، اني اتمنى ان كل الناس تكون بتشتغل.
ما فيش حد يبقى قاعد او ما فيش شغل بالنسبه له او كده. ان شاء الله كده يبقى كل الناس يعني في شغلها وما يبقاش في حد قاعد متضايق او بيشتكي او كده. أيه. ان شاء الله يعني ان شاء الله. غير موضوع الفن بقى، انا طبعا بتمنى ان الوباء اللي جاي ده، الكورونا ده، يخلص يا خالص رب. من بلادنا ومن اي حته في الدنيا يا رب، وربنا كده يزيح عننا الهم بتاع الكورونا ده. وبتمنى لكل زملائي وكل اهلي واصدقائي وكل ومصر كلها، بتمنى لها انها تعيش في سلام ورخاء وسعاده. يعني السعاده دي حاجه بتبقى البني ادم بيبقى مبسوط وهو حاسس ان كل اللي حواليه حاجه، مفيش حاجات مضايقاه او كده، يا رب. لكن طبعا الدنيا بتبقى دايما فيها. وبتمنى ان انا ان شاء الله في 21 اعمل حاجه برضو الناس تبقى فرحانه بيها قوي زي اللي فات. اكيد اكيد. يعني ان شاء الله احنا واثقين ان احنا اما بنشوف عمل في حضرتك بيبقى عمل قوي يعني. يا رب ان شاء الله دايما تبقى حاجه طيب حلوه. طيب قبل ما نختم بقى، نحب نعرف برجك ايه؟ انا برج السرطان. بمناسبه السنه الجديده، انا برج السرطان. بتتابعي الابراج؟ بتهتمي بيها يعني؟ بتابع تعرفي الاخبار؟ يعني بتابع لما بيبقى في حاجات في مواقع كده، بقعد افتحها اقراها كده يعني. طب عندكم حد بتاع ابراج هنا؟ بكره ان شاء الله عندنا فقره. طب ما نتوش قاعد معانا الابراج. تعالي لنا بكره، تعالي بجد بكره. احنا بالنسبه لنا هنبقى سعداء ان نشوفك تاني. ربنا يخليكي يا حبيبتي، متشكره. بس يعني مبدئيا انا سامعه انه برج السرطان حظه حلو 2021. يا رب، قادر كريم ان شاء الله. ان شاء الله، وبتمنى لك التوفيق. وانت برجك ايه؟ انا الدلو. زي بابا. بابا الدلو. الدلو يعني برج لطيف هادي يعني. لا ده جميل قوي قوي. يعني انا سعيده ان انا قابلت حضرتك. ربنا يخليك. وشفتك في بدايه السنه، يبقى وشك حلو علينا برضو زي وشك حلو على الاعمال الفنيه، يبقى وشك حلو علينا وعلى استوديو المحور. انت اللي وشك حلو والقناه حلوه وكلكم يعني. انا سعيده قوي بوجودي معاكم والله. نورتينا. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وكل مصر طيبه، وكل سنه ورئيسنا بخير وسعاده ودايما كده يعني بيعمل لنا الحاجات الحلوه اللي هو بيعملها باذن الله. ان شاء الله. ونتابع لؤلؤ ان شاء الله. يا ريت، لانه والله حلو المسلسل بجد، ومي عمر هتشوفوها بشكل اخر يعني. كلنا لازم هنتابعه ان شاء الله يا حبيبتي. شكرا. مشاهدينا بكره حلقه جديده و90 دقيقه. تصبحوا على خير.